أنا على كل حال أقول بأن الماضي لا يدرى، وإنما علينا أن نصلح الحال، علينا أن نترسيخ العقيدة أولا، وغرس مخافة الله تعالى ورجاء نفوس الناس، وتطهير هذه القلوب حتى لا تكون متلوثة بشيء من لوثات الجاهلية، سواء من حيث العصبية الجاهلية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، أو من أي ناحية. هذا هو الواجب علينا، والواجب علينا أن نربي الشباب الآن تربية إيمانية، تربية تصلهم بالله، تربطهم بالقيم، يعرفهم بحق الله سبحانه وتعالى، وأن الله وحده هو رب الوجود، ليس لأحد من الناس، لا لعربي ولا لأعجمي ولا لأبيض ولا لأسود، ليس لأحد من الناس صلة نسب بالله تعالى، وإنما الصلة صلة التقوى. فبقدر ما نغرس فيهم روح التقوى إنما نعدهم للمستقبل. هذا هو الواجب. الماضي على أي حال كانت فيه أخطاء كثيرة، علينا أن نتدارك الأمر، غرس العقيدة، تعريف هذه الناشئة حق الله تعالى في هذه الحياة، حق الله تعالى أن يطاع في السريرة وفي العلانية، وأن تخلص له العبودية والعباد. الناس كلهم عباد الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العبرة بالتقوى هي ميزان التفاضل بين الناس. هذه الروح هي التي يجب أن تورث،